اهلا بكم اعزائي المشاهدين على قناه بيبو سبورت وبرنامج الموهوب مع بيبو. معنا ومعكم اليوم الاستاذ احمد راشد مدير مركز شباب الريدانيه. بنرحب بحضرتك وانت مشرفنا النهارده. ربنا يخليك، انت مشرف، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. اللي ما حدش يعرفه كابتن احمد من الناس اللي ساندتني من اول ما بدات اكتب عن لعيبه كره القدم على خط البحر الصغير. احنا متشكرين يا كابتن. ربنا يخليك، تحت امرك. دي حاجه يعني بنقدمها للجيل، الاجيال اللي جايه اللي ما تعرفش التاريخ بتاع لعيبه البحر الصغير والبحر الكبير. او بيعرفوا عنهم بالسمع بس، ما يعرفوش عنهم اي حاجه. لازم نبدا الاول يا كابتن، معلش عرفهم بنفسك عشان الناس اللي ما تعرفكش على خط البحر الصغير. انا احمد راشد من سلمون، شباب الرياضه، ماسك مركز شباب الريدانيه. متابع جيد للكوره، مشجع قديم لفريق امل سلمون زمان، والفرق الخط كله يعني في عزراء الذهبي. كنت دايما بحضر الماتشات كلها اللي كانت بتعمل في الدورات هنا وبره، وبروح مع فريق امل كل مكان. برحب بحضرتك. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، يعني مثلا انت لما شفت بدايه الخطوه اللي احنا عملناها كان رايك ايه؟ الصراحه انا كنت مبهور بيها، اتبهرت ان فعلا حسيت ان هنعرف تاريخنا، هنعرف لعيبه القدامى، هنعرف الفرق، هنعرف احداث، هنشوف الناس بجد ان الواحد مش عارف عنهم حاجه من زمان. الفكره صراحه يعني بشكرك جدا عليها. الف شكر، ربنا يكرمك بجد، وربنا يكرمك. انت عرفت ناس كتير باللعيبه اللي ما يستحقوا يا كابتن، القدام، جيل للتاريخ، جيل الذهبي في كل بلد، في كل قريه. انت شايف دلوقتي الضجه اللي اتعملت دلوقتي بعد ما احنا عملناه، الدنيا اختلفت خالص عما كنا بدانا، مش تمام؟ طبعا، واتطورت اكتر كمان. نعم نعم، هنطورها ونقدم حاجات جديده ان شاء الله لكل عشاق الساحره المستديره على خط البحر الصغير ومصر والمنصوره وكل حته، وهنحاول نوصل ان احنا نوصل. انا كنت بقول لك يا كابتن احمد الكلام ده من بدري، انا نفسي ان احنا نوصل الاجيال الجديده لمكانها السليم. ما بقاش نقعد نتكلم على جيل بطل كوره وهو كان يستحق انه يلعب في الانديه، صح يا كابتن؟ فعلا. لازم نشتغل في الفتره اللي جايه ان نعمل ارض خصبه للانديه، ان هي تيجي تشوف اللعيبه ديت وبجد وبشكل مختلف. ده اللي انا اقصده من الاساس، وان احنا لازم نكون نقف مع الاجيال الجديده، لان محتاج اللي يقف معه. فعلا، لان اصلا منطقه البحر الصغير والبحر الكبير مليانه لعيبه كنوز. وبعدين مش جديد عليها ده، يعني لو عرفوا تاريخ زي ما انت حضرتك بتقول وعرفتنا الناس، ان احنا عندنا مثلا قريه زي سلمون وصل منها في الستينات لاعب محمود الشناوي. اول لاعب يلعب في الممتاز في تاريخ البحر الصغير. نعم. ده في الستينات. كان رايح الاهلي. كان يعني لعب في المحله، في الجيل الذهبي في المحله. في الاول، في بدايه المحله، غزل المحله، وبعدين رايح الاهلي، قامت حرب 67، اتوقف النشاط الرياضي في مصر، بطل كوره بس اشتغل في مجال التدريب. وصل في انه في التسعينات خد احسن مدرب مصري لمده 4 مواسم متتاليه ما شاء الله، وخد كاس مصر وخد الدوري العام. خد الدوري العام مع الاهلي، خد الدوري العام من المحله، خد الدوري العام في عهده. حصل الدوري العام معاه ومسكه. وفي سنه 90 لما كانت برضه المحله كانت هتاخد الدوري واتلغى قبل نهايه الدوري ب4 ماتشات، كانت المحله هي اول الدوري. ايام الله يرحمه محمود الجواري كان ماسكها برضه كابتن محمود الشناوي. لعب برضه من البحر الصغير اللي محدش يعرفه برضه في منتخب مصر في السبعينات، وفي الجيل الذهبي المحله بتاع كابتن لطفي الشناوي، اخو كابتن محمود الشناوي. ودول خارجين، هم دول من سلمون. يعني البحر الصغير، يعني ايهاب غنيم لعب، ومحمد غنيم، وطبعا شفنا ياسر ريان. ياسر ريان علامه يا كابتن، ياسر ريان في الاهلي، جناح الطائر، راح الاهلي وراح منتخب مصر. مصطفى فتحي مصطفى فتحي النهارده، حاجات علامات مشرفه، واتاخد منتخب مصر. كل احنا بنبارك له، يعني زي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي يا جماعه. احنا عندنا القماشه بس عايزه الناس اللعيبه حد يوصلهم، حد ياخد بايديهم، حد يعرفهم الطريق. اهم حاجه ان اللاعب يلتزم يا كابتن عشان يساعدك، عشان انت تساعده ويتعلم، ولازم يتعلم الالتزام، ان الكره مش كره بس، انها مهاري. ما في لعيبه كانت مهاري، محمد صبري وناس كتير وابراهيم سعيد، راحوا فين؟ ما كانوا مهاريين بس ما عندهمش لازم التربيه والاخلاق قبل الكوره. الفتره اللي جايه دي انت هتشوف الدنيا تروح لفين؟ يعني شايفها فين؟ انا شايف والله اللي فيه امل، ان بدا فعلا الناس بدات، في ناس عامله الكره مسؤوليتها النهارده. بتدور على اللعيب، بتدور عليه وتمسح عليه من عليه التراب وتقدمه للانديه. برغم يعني هو مش بنفس الموهبه للاجيال اللي احنا بنتكلم عليها. مع احترامي لهم يعني، اقل جدا. امكانياتهم اقل. مفيش فرقه على الخط النهارده زي الامل، زي المنيا زمان، زي ميت مزاح زمان. نعم. زي الدنابيق. افضل هدف انت شفته في حياتك؟
افضل هدف شفته في حياتي كان، هنقول هنا في سلمون ولا على خط البحر الصغير لاي لاعب كان جون اللي كان لشوقي الدروي وجون تاني كان لمصطفى شاور. كان جون شوقي الدروي كان في نهائي دوره بالدين وكان شوقي الدروي يومها عمل مغزل ثلاثه في المنطقه ورجع وكان تاني وكان مشهور بكده كابتن ورجع تاني يعني المفروض احط كوره رجع تاني مغزلهم لانه كانوا جايبين يومها بالدين كانت جايبه لعيبه من نادي كيرنس كان ايامها درجه اولى زي الوقت كده وكانوا جايبين لعيبه من دي كيرنس تلعب مكان بالدي يعني معاهم مستعينين بلعيبه في النهائي عشان ياخدوا النهائي وكده فشوقي قالك لازم ايه اعرفهم ان احنا برضه احسن منهم وقعد اللعيبه على الارض ورجع تاني اصبح حط الكره من افضل هدف في الدوري المصري شفته في حياتك. افضل هدف في الدوري المصري كان في اهداف برضو حسمت الدوري يعني يعتبر من اغلى الاهداف اللي حسمت الدوري مثلا زي هدف رضا عبعال في شبين زمان. جميل ده حسم الدوري وانا اتفرجت عليه في مش هنسى الماتش ده مع ان انت اهلاوي انت اهلاوي زملكاوي زملكاوي متعصب كده اشمعنى اتكلمت على الهدف ده؟ ليه لما كنت بتفرج على الماتش ده حرمك من في ميت مزاح مع كانت 96 بقى 95 كنت مع زمايلي في ميت مزاح مجموعه اصحابي في ميت مزاح وكنا كان النور كان قطع انا فاكر اليوم ده كان قطع في ميت مزاح وقلنا كان في حد عنده مكنه نور فكان البيت مليان يعني اكتر من 200 واحد 300 واحد بيتفرجوا على الماتش ده والماتش خلاص انتهى الكوره بدون جماهير ملهاش طعم ملهاش طعم فده يعني حتى رغم اللي هو راح الدوري مننا بس كان من احسن الاهداف اللي حسمت مثلا دوري ما تنساهوش ما نساهوش لا حسمت دوري. نجمك المفضل نجم المفضل في عالمي العالمي ميسي افضل كريستيانو صلاح انا ميسي. ما حدش هيعمل اشتغل على نفسه كويس يعني ما حدش هيعمل زي ميسي امكانياته جباره ما شاء الله وهياخد جوائز زي ميسي برضه انا بحس ان هو معاه عداء ومحافظ على مهاراته محمد ملتزم مهاري محلي كل الصفات بشوت يعني هو لاعب كان نموذج لاعب محلي من اللاعب المحلي اللي يعجبك المفضل عندك المحلي في الوقت اللي احنا فيه واللي قبله يعني في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده يعني اللي بيعجبني وطالع كويس بس يحافظ على مستواه مظهر عاشور امام عاشور بتاع الزمالك لو يحافظ على مستواه هتبقى له مستقبل حلو انا لاني كنت بعشق مصطفى محمد الصراحه بس طبعا خلاص ما عادش محل دلوقتي راح تركيا افضل لاعب من وجهه نظرك على خط البحر الصغير وبدون زعل على انا في الجيل اللي فات ده شفته اتفرجت عليه يعني هو كان شوقي الدروي انت شفت عادل الجنايه طبعا عادل الجنايه وايمن عيد دول من اشهر الثنائيات عاملين زي مصطفى رياض وخالد عوض شاذلي ومصطفى رياض في الترسانه زمان كده خالد عوض خالد عوض جمعه علاء جمعه البكاوي ومحمود علاء ومحمود ايهاب غنيم وايهاب غنيم واحمد حسن في محل دامنه وسمير العزب لو جبت لك كل في كل بلد حسن العزمي حاتم شعبان سعيد سليمان كان سمير يونس وكان كمال صلاح الشربيني وكان فيها جيل جامد برضه ديريني وحسن العزمي وعلي عماره ومراد عبد الفضيل يا سلام يا سلام كفر المرتدي كان محمد توفيق وعلي عبد الوهاب محمد فاروق وكان محمد عيله اسماعيل كلها محمد وهشام واسماعيل كنا بنسميها عيله بنجوره زي بتاعت غالي حقيقي بس كان لعيب الكوره كلها نعم فكان في كل بلد كان فيها علامات مواهب كنوز كانت الدوره كانت الناس كانك بتتفرج على كاس امم في مركز شباب وفعلا كانت لعيبه خرجت منها لعبت في منتخب مصر لو النصائح بتقدمها للجيل الجديد الجيل ده اقول له التزم خلي عندك طموح اصبر كافح ما تستسلمش لاي مدرب قعدك ماتش او اتنين احتياطي ما ياسر انا قعد سنين احتياطي وصبر لحد ما خد فرصته وثبت نفسه الاجيال اللي فاتت كلها ضاعت بسبب كده ان كانوا يقعدوا احتياطي ما يصبروش لا اتعلم تصبر ان الكره النهارده صبر والنهارده عزيمه والنهارده حط عندك هدف حط عندك هدف اللي انت توصل له عايز تلعب في الدوري سؤالين على السريع كابتن احمد الاهلي هتشوفه فين في الفتره اللي جايه يعني هيكمل الاهلي عنده اداره في استقرار الاهلي للامام ما هو بطل افريقيا النهارده انا في وطالع هياخد تاني البطوله السنه دي ولا صعب لا ممكن ياخد البطوله كمان انا بقول لك الاهلي فرق بطوله الزمالك
الزمالك السنه دي بسبب الظروف العوامل الخارجيه اللي مأثره على الفرقه. فينفع قول لي النهارده لو سالت اي حد ماشي في الشارع تقول له مين رئيس نادي الزمالك؟ اقسم انا زملكاوي والله ما اعرف مين. مين رئيس نادي مجلس اداره نادي الزمالك؟ والله ما حد يعرف اسمه. وتحدي قدموا استقالتهم باين ولا ما حدش عارف. هو حد النادي بقى سوق، النادي ما عادش اهتمام بالكوره. هو نادي الزمالك ما هو الا كوره. قلت لي 50 لعبه، في 50 لعبه ولا 500 لعبه، هي الكوره اهم حاجه والاهتمام كله بالكوره. النهارده مفيش استقرار. اللعيبه النهارده كل اللعيبه اعداد النوادي كلها بتتفاوض مع لعيبه الزمالك اكنهم مفيش بلد منتهي عودهم. هم لسه موجودين في الفرقه لان مفيش مجلس اداره بحاسب لعيب، مفيش جزاءات على اي لاعب. النهارده اللاعب تلعب بمزاجها، لعبت ما لعبتش، طلعت من دوري، طلعت من انت زملكاوي متعصب يا كابتن؟ حزين زعلان، بحب الزمالك وزعلان على الزمالك اللي مستوى ده، وزعلان انه يوصل للمستوى ده. مفيش اداره ولا اي حاجه. سؤال اخير، تتمنى لفريق سلمون في الفتره اللي جايه او لمركز شباب سلمون او لكل مراكز شباب البحر؟ نفسي كل مراكز شباب البحر الصغير تعمل فرق زي زمان. نفسي ترجع الكره بحلاوتها زي زمان. نفسي نشوف المنافسات زي زمان. تحلم تشوف دوري بين مراكز الشباب على خط البحر الصغير؟ المنيا محل الدمام ما شاء الله بتوصل لنهائيات دوري مراكز الشباب. والنهارده وزاره الشباب دوري يا كابتن احمد او استاذ احمد، نشوف كل دوري زي اللي احنا بنشوفه الدوري الممتاز، يتعمل درع موحد مثلا لكل الفرق. يا ريت تبقى فكره كويسه ان كل مراكز الشباب الاداره ونستمتع بقى بدوري مختلف بشكل غير الدورات اللي بيعملوا زي بطوله زي دوري مراكز الشباب كده مصغر لكل اداره. نتفرج على كل الفرق اللي كانت موجوده زمان. وهنشوف لعيبه وهيطلع فيها مواهب تدخل تروح انديه ومنتخب مصر ان شاء الله. وفي نهايه حوارنا اعزائي المشاهدين بنتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاستاذ احمد راشد على مجهوده الوافر معنا من خلال اول ما بدانا نتكلم على نجوم البحر الصغير، واحنا بنشكره من هنا من على قناتنا بيبو سبورت. نتقدم له بالشكر يا كابتن. الف شكر. ربنا يخليك يا كابتن، نورتنا وشرفتنا النهارده. ربنا يكرمك. سلمون في يوم تكريم اللاعب مصطفى شاور نجم الخلوق كابتن سلمون وكابتن فريق الامن مصطفى شاور. ربنا يرحمه. وانت شرفتنا النهارده واحنا تحت. شكرا يا كابتن. بنتمنى الخير والنجاح لكل لعيبه البحر الصغير. شكرا يا كابتن. حرمشي منك. انتظرونا مع برنامج الموهوب على قناه بيبو سبورت علشان هنقدم لكم لقاءات حصريه مع نجوم البحر الصغير.